روزماري فريش والزعتر، هضربهم كده مع بعض لحد ما يبقوا بودر. بعد كده هحط عليهم ملح وفلفل اسود وزيت زيتون وهخلطهم ببعض. هجيب الفرخه بتاعتي اوريدي هكون فاصله الجلد عن اللحم، هحشي الخلطه بتاعتي في التتبيله ما بين الجلد واللحم. بعد كده هجيب قوالب من الزبده، متتخضوش من كميه الزبده كلها تنزل في الصينيه. هجيب ليمونه كبيره وهقطعها بالشكل ده وهحطها جوه الفرخه. في الصينيه بتاعتي هكون محضره فلفل الوان وبصل هدخلها، ده شكلها بعد ساعه. هاخد الخضار اللي اتشوى هضربه في الكبه بتاعتي وهعصر عليه الليمونه، هدخلها تاني تحت الشوايه تاخد لون. ده الخضار اللي ضربناه في الكبه هنعمل منه احلى صوص، هنحط معلقه من النشا على معلقه من الميه وهندوبها، وده الصوص بتاعي كده جاهز لحد ما يتقل. ودي شكل الفرخه، ونأسف على بشاعه المنظر والف هنا وشفا.